أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة الزمر، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في الآية 27 من سورة الزمر: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. لما أنزل الله عز وجل هذا الكتاب نوع فيه الدلائل والبراهين والمواعظ والذكرى لئلا يبقى للناس حجة، فجعل الله عز وجل الحقائق لها دلائل متنوعة ووسائل مختلفة تبين عن الحقيقة الواحدة. فمثلا التوحيد لما أمر الله به وجاء القرآن قاصدا إليه لم يأتي بأسلوب واحد، أسلوب الأمر مثلا أو النهي عن الضد، بل جاء به عن طريق القصة وعن طريق المثل، والمثل جاء منوعا في كل مرة يأتي بنوع من أنواع المثل، ثم جاء به عن طريق الأمر والنهي عن الضد، وجاءت أساليب كثيرة جدا من أجل أن يقتنع العباد بالحق ويتضح لهم الحق فلا تبقى لهم حجة. قال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون. ولذلك تجدون حقائق القرآن تعاد وتبدأ، كما قال في الآية السابقة التي أخذناها في المجلس الماضي: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يثنى فيه الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، والمؤمنين والكافرين، والناجين والخاسرين، والهالكين والفائزين، والأوامر والنواهي إلى آخره. قال: قرآنا عربيا، أي نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجمعها للمعاني، غير ذي عوج، ليس فيه ميل ولا انحراف لا في ألفاظه ولا معانيه، فمعانيه أفضل المعاني وألفاظه ملوك الألفاظ. ولذلك العرب الذين يعتبرون هم سادة الفصاحة والبيان في العالم عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الله عز وجل: لعلهم يتقون، أي جعلناه على هذه الصفة عربيا غير ذي عوج رجاء أن يتقوا. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. تأملوا الآيات السابقة يا إخواني وما جاء فيها من الأمر بإخلاص الدين لله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم يذكر حجج المشركين ويرد عليها بآيات وأنواع من البراهين والدلائل، ثم يأتي لهذا المثل الذي يقرر به حقيقة التوحيد والإخلاص لله، فيقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي عبد له ملاك كل مالك يريد منه شيئا، فيه شركاء متشاكسون، ورجل سلم لرجل، أي سالم وخالص لرجل، ليس له أحد يأمره إلا ذلك الرجل الذي يملكه. هل بينهما فرق؟ الفرق كبير. كذلك الفرق
بين من يعبد آلهة متعددة ومن يعبد الله وحده. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا والله لا يستويان. الحمد لله، الحمد لله على بيان التوحيد وعلى وضوح الحق وعلى هذا المثل الذي بين الله به عز وجل أمر التوحيد وثمرة الإخلاص، وقبح الشرك وثمرة الإعراض عن التوحيد. قال: بل أكثرهم لا يعلمون. أكثر هؤلاء ليس عندهم من العلم شيء، إنما هم جهال وإن ادعوا أنهم علماء، إنما هم قليلو العقول عديمو الفقه، وإن رأيتهم من أعقل الناس وأكثر الناس إبداعا وصناعة واختراعا، ليس عندهم من العلم الحقيقي شيء، لأنهم لا يفرقون بين التوحيد والشرك، ولا بين من يعبد الله ومن يعبد صنما لا ينفع ولا يضر ولا يدفع ولا يرفع ولا يغني من الحق شيئا. إنك ميت وإنهم ميتون. يا محمد، بعد أن بينا هذا البيان، كلكم ستموتون وترجعون إلي وأنا أحكم بينكم. وهذا ترهيب من الله عز وجل لهؤلاء الكفار. هل تظنون أنكم بملككم وقدرتكم واستضعافكم لهذا النبي أن الحقيقة انتهت بهذا؟ لا، أنتم ستموتون وهو سيموت ثم تبعثون إلي، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني ذلك اليوم هو الذي تجلى فيه الحقائق ويعرف فيه المحق من المبطل والظالم من المظلوم والمؤمن من الكافر والبر من الفاجر والصادق من الكاذب، ومن اتبع الحق بعد أن علمه ووقر في قلبه، ومن مال عنه بعد أن اتضح له وبان له ذلك الحق. ثم قال الله عز وجل بين الفرق بين الطائفتين: فمن أظلم، أي لا أحد أظلم. هذا أسلوب يأتي في القرآن للدلالة على يعني تمام النفي، لا أحد أشد ظلما ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. كذب على الله بادعاء الولد والشريك له، فقال: لله شريك، لله ولد، لله صاحبة تعبد من دون الله. وكذب بالصدق، أي كذب بالوحي النازل أو كذب برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ جاءه. فهم افتروا على الله الكذب، وجمعوا مع افترائهم على الله الكذب أنه لما جاءهم الصدق كذبوا به، سواء كان هذا الصدق هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أو هو القرآن، أو هو هذا التوحيد والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى، فيها مثوى ومأوى ومستقر لأولئك الذين كفروا وجحدوا وكذبوا بعد أن بانت لهم الحقائق واتضحت لهم الدلائل. ثم على طريقة القرآن، وهي المثاني، يذكر أهل الباطل ثم يذكر أهل الحق، يذكر المكذبون ثم يذكر الصادقون. قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قيل: الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا الأظهر أنه مثال، وإلا والذي جاء بالصدق تنطبق على كل من جاء بالصدق. فالمؤمن جاء بالصدق وهي لا إله إلا الله، هذه هي حقيقة الصدق. ورسول الله جاء بالصدق وهو هذا الدين وهذا القرآن، وجبريل جاء بالصدق وهو هذا الوحي الذي نزل به من عند الله وصدق به، ما جاء بالصدق وانحرف عنه، بل أتبع ذلك بأن صدق به، لأن المنافق يأتي بالصدق لكنه لا يصدق به ولا يؤمن به. قال: والذي جاء بالصدق، الصدق الخالص الذي لا كذب فيه ولا ظلم ولا حيف ولا نقص ولا زيادة، صدق تام موافق للواقع، ولا يكون إلا هذا الحق الذي نزل من عند الله وصدق به، آمن به واستسلم له، أولئك هم المتقون. هؤلاء الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به
هم المتقون. فلو قيل لك من هم المتقون قل من جاء بالصدق وصدق به، لأن الله عرفه بذلك. هذه تعريفات قرآنية. مثل لو قيل لك من هم أولياء الله تقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن آمن واتقى فهو من أولياء الله. قال الله عز وجل مبينا جزاءهم: لهم ما يشاءون عند ربهم. والله إن هذه كافية، أي لهؤلاء الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به لهم ما يشاءون عند ربهم، أي شيء يشاءونه عند الله سبحانه وتعالى. فهم في دار يطلبون فيها كل ما يريدون وما تهواه أنفسهم فيحقق لهم طلبه، ذلك جزاء المحسنين. وهذا يدلنا على أن أعظم ألوان الإحسان أن يكون الإنسان قد جاء بالصدق وصدق به. وهذا يشمل جميع أنواع الصدق، يشمل جميع أنواع الصدق، ذلك جزاء المحسنين. ومن الصدق يا إخواني أن تكون أفعال الإنسان موافقة لحاله، أفعال الإنسان موافقة لحاله، فما يتظاهر بشيء من الزهد والورع والتقوى أكثر مما هو عليه، بل علانيته كسريرته. بعض الناس عندما يكون أمام الناس ترى فيه الوجل والخوف والخشية، ولكنه إذا خلى بمحارم الله انتهاك. هذا ليس من الصادقين، ما هو من الصادقين، ولذلك لا يكون من أهل هذا الجزاء، ذلك جزاء المحسنين. والإحسان نوعان: إحسان في معاملة الخالق وإحسان في معاملة المخلوق. فأما الإحسان في معاملة الخالق فهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يعني الإحسان في معاملة الخالق وعبادته مرحلتان أو نوعان. النوع الأول وهو أعلاها أن تعبد الله كأنك تراه من شدة استحضارك لربك سبحانه وتعالى، فإن لم تستطع هذه المرتبة فإنك تعبد الله وتستحضر أنه هو يراك ويراقبك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإحسان في معاملة المخلوقين وهو أن توصل إليهم ما يستحقون من البر والإكرام والاحترام والدعوة وغير ذلك على أحسن وجوه وأتمها وأكملها. ولذلك لما قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين أمر بأن نأتي بكل شيء على وجه الإحسان. ولذلك مهما فعلت في حق والديك فأنت تشك هل أنت وصلت إلى مرحلة الإحسان أو لم تصل. قال الله عز وجل ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أي بعملهم وإحسانهم يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. ولذلك من أعظم فوائد العمل الصالح أنه يكون كفارة، فيقابل العمل السيء بالعمل الصالح فيذهب العمل السيء. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فجعل الله العمل الصالح كفارة، كما أنه جعل البلاء الذي ينزل بالإنسان كفارة. ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قال ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي يجزيهم أجورهم يوم القيامة بأحسن عملهم. فهم يعملون في الدنيا أعمال كثيرة، منها أعمالهم لطلب الرزق، ومنها زواجهم، ومنها بناؤهم لبيوتهم، هذه كلها أعمال، لكن الله لا يجازيهم إلا بأحسنها، وهي صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم وبرهم وقيامهم بأمر ربهم جل وعلا. ثم إن المشركين هددوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه يجهر بهذه الدعوة التي فيها إعراض عن آلهتهم وأمر بالتوحيد، فقالوا له نحن نخشى عليك من آلهتنا أن تصيبك بسوء. فقال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله إن الله يكفي عبده كل ضر يريده به أهل الشرك وأهل الكفر
وأهل المعصية، يكفيه الله ما أهمه من شأنه. فلو اجتمع من بأقطارها على أن يوصلوا إليه ذرة من أذى لم يردها الله له لم يستطيع أن يناله بسوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على بيته 100 شاب من أجلد شباب قريش، مع كل واحد منهم سيف، يريد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فألقى الله عليهم النوم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وقد ألقى الله عليهم النوم، فأخذ كفا من حصى وضعه على رؤوسهم حتى إذا قاموا عرفوا أنهم قد أهينوا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر من بين أيديهم وأنه لم يصعد في السماء أو يذهب في الأرض وإنما خرج من بينه. أليس الله بكاف عبده؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة، قال: الكفاية التامة مع العبودية التامة، والكفاية الناقصة مع العبودية الناقصة. كيف؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه هي الحقيقة. فكلما ازددت عبودية لله كانت الكفاية من الله لك أتم، أو بالأحرى كانت الربوبية من الله لك أكمل. كلما كانت العبودية منك لله أتم كانت الربوبية من الله لك أتم، يعني يربيك الله وينعم عليك ويحرسك ويحفظك ويرعاك ويكلأك. إيش قال الله عز وجل لنبيه موسى؟ قال: إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما إيش؟ أسمع وأرى. لا تخاف، لا تخاف، كن في أمان الله. أنت الآن داخل على أعتى وأطغى ملوك الأرض، جبار من الجبابرة، ما استطاع فرعون أن يصل إليه بأدنى سوء. ولما وصل موسى ومعه قومه إلى البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. أليس الله بكاف عبده؟ ولذلك العبودية الكاملة تقتضي الربوبية التامة. انتبهوا لهذا يا إخواني. فإذا أردت الله عز وجل أن يحفظك ويحفظ أولادك ويحفظ بيتك ومالك ويحفظ دينك ويحفظك من كل من يريد بك سوءا أو شرا، كمل عبوديتك مع الله. احفظ الله إيش؟ يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. قال: ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك بهذه الأصنام، هبل ومناة واللا والعزة وغيرها، أنها تصيبك بسوء. قال: ومن يضلل الله فما له من هاد. من أضله الله ما يجد أحدا يهديه، كيف تنفع هذه الأصنام أو تضر وهي مخلوقة أنتم تطعمونها وأنتم تحفظونها؟ قال: ومن يهدي الله فما له من مضل. نسأل الله أن يهدينا جميعا. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أي والله، بلى إن الله عزيز وذو انتقام، ومن عزته أنه ينتقم ممن شاء من عباده، لا يمنعه من ذلك مانع. ثم قال الله عز وجل مبينا دليلا من دلائل التوحيد: وملقما إياهم حجة من ألسنتهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب لماذا أشركتم؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وأنتم تقولون بملء أفواهكم إن هذه الأصنام لم تخلق سماء ولم تنشئ أرضا، فبأي حق جعلتم لها شيئا من خصائص الربوبية ووجهتم لها شيئا من العبودية؟ من أين جئتم بهذا؟ قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لو أرادني الله بسوء هل هذه الأصنام ترفع ذلك السوء الذي نزل علي من عند الله؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ هل يستطعن أن يمنعن شيئا من رحمة الله التي يريدها بي؟ قل: حسبي الله، الله وحده كافيني، هو متولي أمري والقائم بي،
لا يشركه أحد، فهو كافيني وأنا متوكل عليه. ولذلك عندما يأتي الحسب يأتي بعده التوكل، ما دام الله هو كافيني فأنا أتوكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون. ما قال يتوكل المتوكلون عليه، بل قال عليه يتوكل المتوكلون، يعني عليه وحده لا على أحد سواه، لأنهم يؤمنون بأن الحسب والكفاية منه وحده. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على طريقتكم، فأنا لا أملك لكم من الله شيئا، لا أستطيع أن أهديكم ولا أستطيع أن أغير قلوبكم ولن أغير من عملي شيء، اعملوا وأنا سأعمل، أنتم على دينكم وأنا على ديني، أما أنا فلا يمكن أن أصنع خلطة من ديني ودينكم من أجل أن أقرب الأديان، لا، أنا لي طريقتي وأنتم لكم طريقتكم، هاتان الطريقان لا يمكن أن يلتقيا، لكم دينكم ولي دين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، ما يلتقي هذان الطريقان التوحيد والشرك. قال إني عامل، فسوف تعلمون، فسوف يأتي اليوم الذين تعلمون فيه عاقبة هذا الشرك الذي وقعتم فيه. قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي فستعلمون عاقبة كفركم إذا جاءكم ذلك العذاب، سوف تكونون عالمين عندما ينزل بكم عذاب يخزيكم ويحل عليكم عذاب مقيم. وعذاب الخزي قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، لأن الله عز وجل قد يعجل العقوبة للكفار والمشركين في الدنيا، فيكون عذاب الخزي في الدنيا معجلا ويكون العذاب المقيم في الآخرة. ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا أنزل على نبيه محمد من الهدى والحق، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فالمهمة التي كلفت بها يا محمد أن تتلقى هذا الوحي وأن تبلغه كما تلقيته، إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق الثابت الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني فإثم ضلاله وخزي ضلاله على تلك النفس، ولن يصيبك يا محمد من ضلاله شيء ولن يضرك هو بشيء، لأنك أديت ما عليه وبلغت ما أنزل إليك من وحي ربك، وما أنت عليهم بوكيل، أي لست موكلا على هدايتهم، بل أمرهم إلى الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتوفى هذه النفوس، أي يستوفيها حينما يميتها وحينما ينيمها، فالنوم موتة صغرى والموت موتة كبرى. قال فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني هذه النفوس يا إخواني عندما تنام تكون معرضة لأن تعود مرة أخرى ولأن لا تعود، ولذلك إذا نمت جهز نفسك لأن تكون تستقبل ربك سبحانه وتعالى، فأنت في كل نومة قد تعود هذه الروح التي فارقتك وقد لا تعود. ولذلك المسلم إذا قام من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال الله عز وجل في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فكلنا إذا نمنا مثنى، لكن منا من تطير روحه
ثم يأذن الله لها بأن تعود فيحيا، ومنا من يمسك الله الروح عنده فيقبضها قبضا تاما. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يتوفى هذا وهذا، فكلاهما يسمى يعني وفاة. من مات موتا حقيقيا فارقت فيه روحه جسده، ومن نام يقال توفى. قال: فيمسك التي قضى عليها الموت. من قضى وقدر عليها الموت أمسك الله روحه عنده، ويرسل الأخرى إلى أن يأتي أجلها، إلى أجل مسمى. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في هذا الأمر الذي يقدره الله على كل واحد منا آية تعلمه بأن الأمر كله بيد الله. ولذلك عالم النوم عالم غريب، عالم غريب جدا. كيف أن الإنسان يدخل في عالم النوم في راحة ولذة وحبور وانشراح، ويسافر السفرة الطويلة ويلقى أناسا بعيدين، ويرى في المنام الرؤية المزعجة أو الرؤية السارة، ويعيش وبجواره أهله لا يعلمون عنه، وقد يعلم شيئا مما سيحدث له، ولا يلزم من ذلك أن يكون مؤمنا بل قد يكون كافرا. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فانظر هذه الرؤيا حددت مصير مصر الاقتصادي 15 عاما، وصارت سببا في إنقاذ أمة بأكملها من مجاعة يمكن أن تحيق بها. ولولا أن الله قيض لهم يوسف يعبرها لهم ويبين لهم حقيقتها لمرت عليهم فوقعوا في الكارثة من حيث لا يشعرون. من أين هذا؟ هذا عالم أرواح. هذا العالم الروحي الذي يخرج من هذا الحيز من هذه الأبدان فيطلع ويرى ويكتسب أشياء لا يكتسبها عندما يكون في الحالة الطبيعية التي هو عليها. وأنت تعجب بالفعل كيف أنك ترى إنسان من 20 سنة ما رأيته، تراه في المنام، تسلم عليه، تبتسم إليه، تضحك معه، ثم تقوم من النوم فتجده في أول لحظة تقوم فيها أمام عينيك. كيف جاءك؟ كيف التقت هذه الأرواح وتعارفت ورأى بعضها بعضا؟ ما تدري. ولذلك: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نحن لا نعلم عن عالم الروح شيئا ولا ندري ماذا يحصل في ذلك العالم. ولذلك قال: الله وحده يتوفى الأنفس حين موتها، عندما يأذن لها بالموت، والتي لم تمت في منامها، أي التي كانت نائمة يتوفاها أيضا، لكنه يفرق بينهما بأنه يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى يعيدها إلى البدن الذي فارقته فتعود لها الحياة من جديد. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والمؤمن يتعظ بالنوم فيرى أنه مثال مصغر للموت، وهذا من جميل التفكر. فالموت موتة، فالنوم موتة صغرى، موتة صغرى. ولذلك على الإنسان إذا أراد أن ينام أن يستعد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قبل نومه آيات التوحيد. ما هي آيات التوحيد؟ يقرأ آية الكرسي، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذات، يجمع كفيه ثم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث في يديه، ثم يمسح بهما قفاه ومقدم رأسه ووجهه وأعلى بدنه، ثم ما استطاع من جسده، يحيطها كلها بالتوحيد والتعويذ. ويقرأ أيضا قل يا أيها الكافرون، سورة التوحيد أيضا، يا
يقرأ قل يا أيها الكافرون، كما في حديث أبي نوفل الذي قال فيه اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. فهو يودع هذه الروح ويسلمها لله عز وجل خالصة موحدة لا شرك فيها ولا شيء تتوجه إليه إلا الله. وفي حديث عبادة بن الصامت قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، إيش؟ وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وش في هذا الكلام؟ كله توحيد وتفويض واستسلام تام لله عز وجل، لأن الإنسان الآن جالس يسلم الروح ولا يدري هل تعود الروح ويأذن الله بعوده إلى ذلك البدن أو لا يأذن. ولذلك قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي بل اتخذ هؤلاء الكفار من دون الله شفعاء. لاحظوا يا إخواني كل موضوعات السورة تدور حول التوحيد وإخلاص الدين لله. بل اتخذ هؤلاء الكفار من دون الله شفعاء يرجون شفاعتهم ويطلبون منهم أن يكونوا واسطة بينهم وبين الله عز وجل. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، كيف تتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئا من الأمر ولا يعقلون أيضا، ليس عندهم شيء من العقل أيضا. قل لله الشفاعة جميعا، الذي يملك أمر الشفاعة فيعطيها من شاء ويأذن بها لمن شاء ويرضى أن يشفع في من شاء هو الله. أمر الشفاعة لم يجعله الله لأحد إلا له. ولذلك قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يستطيع أحد أن يأخذ حق الشفاعة من الله، بل هو لله يعطيه من شاء، وإذا أعطاه من شاء فإنه لا يتيح له الفرصة أن يشفع في من يشاء بل في من يشاءه الله، بخلاف أهل الدنيا الملك لا يدري من الذي سيدخل الآن شافعا، وما يدري إلا داخل عليه واحد جئت أشفع في فلان، فهو ما رضي أصلا بالشفاعة ولا رضي بمن يشفع فيه. ولو أنه رضي بالشفاعة قال يا فلان جيتك طالب ما تردني، قال أعطيناك ما طلبت، قال أنا أبغى فلان أو تخلص فلانا أو تنقذ فلانا من القتل، قال أطلب كل شيء إلا هذا، قال ما أريد إلا هذا، بقي في حرج عظيم. أما عند الله فلا، لا يمكن لأحد يشفع إلا بإذن، ولا يمكن أن يشفع ذلك الشافع إلا في من يرضى الله جل جلاله. هذه خصيصة لله، ولذلك قال قل لله الشفاعة جميعا يملكها ويأذن بها ولا تكون إلا لمن يرضى سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، أتظنونه مثل ملوك الدنيا يدخل عليهم بالشفاعة من غير إذنهم ويشفع في من لا يرضونهم؟ لا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ألا تعجبون؟ هؤلاء الذين يشركون مع الله أحدا سواه إذا ذكر الله وحده فقيل لا إله إلا الله نفرت قلوبهم واشمأزت وكرهت هذا الذي تسمعه من الحق. وهذا ديدن القلوب يا إخواني، ديدن القلوب أنها إذا أقبلت على الله تركت ما سواه، وأنها إذا أقبلت على ما سواه زهدت في الله جل جلاله. ولذلك ترى الآن كثير ممن يعبدون القبور إذا جاءوا إلى القبر
خضعوا واستسلموا وذلوا وخشعوا وبكوا وارتعدوا، وحصل منهم من الهيبة والخشية شيء لا يحصل منهم إذا وقفوا بين يدي الله. ليه؟ لأن القلب إناء، إن وضعت فيه توحيدا خرج من مثله من الشرك، وإن وضعت فيه شركا وتعظيما لغير الله خرج بقدره من تعظيم الله عز وجل. انتبه لهذا القضية. ولذلك بقدر ما تأخذ من السنة يخرج من قلبك من البدعة، وبقدر ما تحب من سنة نبيك تبغض من البدع المحدثة التي تفترى على دين الله عز وجل وتقال على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقدر ما تقبل على الطاعة تكره المعصية، وبقدر ما تستهين بالمعصية فتقترفها تكره من الطاعة مثلها. ولذلك يقولون إن من يحب الغناء لا يأنس بالقرآن، ومن يحب القرآن ويعظمه لا يستلذ الغناء، لأنهما ضدان لا يجتمعان. ولذلك قال العلماء الغناء ينبت النفاق. من أين ينبت النفاق؟ بعض الناس يسأل يقول من أين ينبت النفاق؟ نقول له إذا أحببت الغناء كرهت القرآن، وإذا كرهت القرآن هذا هو عين النفاق، هذه هي بذرة النفاق، كراهة القرآن هي بذرة النفاق. قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ويضحكون. سبحان الله، هذا ديدنهم وهذه طريقتهم. إذا ذكر آلهتهم معبوداتهم مقبوروهم سادتهم معظموهم إذا بهم يجلونهم ويعظمون. واليوم نحن نلاحظ هذا، تجد المحاضر يقف أمام الناس ويقول قال فلان وفلنتان من الغربيين، لكنه إذا قيل قال الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، سفيان الثوري، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، سعد بن عبادة، قال إيش هذولا، هذا إنسان أثري. لكن لما يقول وبهذا يقول إلبرت إينشتاين ولا إيش ستيفن ولا ديفيد ولا جورج ولا قاله فلان بن فلان الفلاني من الأسماء التي يلوك بها في لسانه في كتابه كذا وكذا، فهو يقولها بكل افتخار وبكل اعتزاز، سواء بسواء يا أخي. بقدر ما تفخر بهؤلاء تزهد في الذين عندك من أسلافك الصالحين، وبقدر ما تفخر بالصالحين تزهد بغيرهم، لأنك ترى أن ما عندهم من النور واليقين والإيمان والعلم ليس هو الذي عند غيرهم. قال الله عز وجل وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا فهم كتابه، وأن يجعلنا من العلماء بهذا القرآن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبهذا ينتهي هذا المجلس من مجالس تفسير سورة الزمر، والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.